السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وفاء صالح محسن، مديرة روضة نيسب حاليا، حاصلة على بكالوريوس في التربية قسم إسلامي عربي. قد عملت في مهنة التدريس لمدة 5 سنوات، وعملت نائبة إدارية أكاديمية في مدرسة إعدادية ثانوية، ثم انتقلت إلى روضة خاصة عملت بها 21 سنة، والآن منذ 3 سنوات عملت في هذه الروضة اللي هي روضة نيسب. حصلت على دبلوم في رياض الأطفال كي أطور من هذه المرحلة اللي هي مرحلة رياض الأطفال. في نقطة صغيرة بس أنا يعني بحب أوضحها للمشاهدين، اللي هي في فرق بين حضانة وبين روضة. الحضانة هي من عمر شهر إلى عمر 3 سنوات، ولكن الروضة هي من عمر 3 سنوات إلى 5 سنوات ونصف، بل أكثر قليلا. أنشئت هذه الروضة في بداية نوفمبر عام 2020. تأسست طبعا، وكان هناك بعض الصعوبات اللي واجهتنا. طبعا في البداية أي مشروع أو أي عمل يبدأ بصعوبات معينة. أول الصعوبات كانت هي البحث عن مبنى مناسب يتلائم مع شروط الوزارة والبيئة المناسبة، حتى تكون مثلا غير مكتظة برياض أخرى. فكان البحث عن هذه الروضة لها شروط وميزات معينة، ولله الفضل والمنة صاحبة الترخيص يعني عملت قصارى جهدها حتى تصل إلى الأمور المنظمة والمتتالية في عملها، والحمد لله كللت بالنجاح. بدأت طبعا الصعوبات أيضا، انتهينا من فكرة التأسيس وإيجاد المبنى، ودخلنا في مرحلة أخرى، صعوبات أخرى اللي هي مرحلة الوباء كوفيد-19. كانت مرحلة صعبة على جميع الرياض والمدارس الحكومية والخاصة، ولكن كللت أيضا بالنجاح، لأننا الوزارة بفضل الله دعمت التعليم في جميع الرياض والمدارس بالمدمج، عبارة عن اللي هو الإلكتروني، التعليم الإلكتروني مع التعليم الحضوري. فكان هذا له دور كبير في استمرارية التعلم لدى الطلاب، وأيضا كان الجو المناسب لهؤلاء الطلاب جو ما فيه نوع من الكلل والملل، يعني كان فيه تنوع في التعلم. طبعا إحنا زي ما تفضلنا قلنا إنه الطفل يبدأ من عمر 3 سنوات. الخدمات هي أهم شيء، الرؤية والرسالة. نحن نركز في رؤيتنا ورسالتنا على تعليم متطور، جيل متميز بأخلاقه ودينه، متفوق في علمه، متواصل مع من حوله. بالإضافة إلى حرصنا الشديد على اختيار الكادر الأكاديمي وتوفير المعلمات الكفاءة لهؤلاء النشء الصغير، ولله الحمد وفقنا في كادر له خبرة طويلة في مجال رياض الأطفال. لا، منهاجنا نحن منهاج معايير وطنية اللي هي دولة قطر. لماذا؟ لأنه لمسنا أن الكثير فتح اللي هو الرياض الأجنبية والبريطانية والأمريكية. نحن حبينا نميز روضتنا بالمنهاج الوطني لخدمة أبناء الشعب القطري، إضافة لإدخال القرآن الكريم، هذا ما ميزنا. وأيضا ضفنا مادة اللغة الإنجليزية بشكل كبير جدا حتى تكون ازدواجية لغة، يعني من يبحث عن اللغة يجدها في روضتنا إن شاء الله، يعني بتكون ذات خطين. نعم، بداية طبعا احنا شايفين اقبال الاهالي شديد على الروضة، وعندنا في اللي هو الليست الانتظار يمكن بقرابة 80 إلى 100 طفل. الوزارة طبعا بتحدد الطاقة الاستيعابية لكل روضة بعدد معين على حسب المساحة. مساحتنا طبعا احنا زي ما بقولوا الليفل الادنى من المساحة المحدودة، والوزارة اعطتنا برضو رقم معين، ولكن نأمل في رؤية مستقبلية ان تكون هناك
يعني فرع آخر، أو أن تستمر هذه الروضة تفتح اللي هي الابتدائي والإعدادي والثانوي. نأمل بهذا الأمر يعني أن يكون، وأن نزود بمبنى كبير يسع يعني يسع العدد الكبير من الطلبة والطالبات. نعم. وفي ميزة عفوا جميلة أو ملاحظة، إنه المدرس لدينا على أساس إنه العلاقة أخوية، ما عندي مدرسة بتروح سنة سنتين وبتروح. فمن علامات استمرارية المدرس مدة 10 سنوات، مدة 5 سنوات، ومدة عندي مدرسات 15 سنة، هذا يعني بيدل على إنه الحمد لله إحنا جروب يعني مرتاح مع بعضنا ومنعطي بحب واجتهاد. طبعا بالطبع أوضحت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن اهتمام دولة قطر بالتعليم لم يقتصر على توفيره على أرضها فحسب، بل تعدى ذلك لتبني مبادرات دولية وإقليمية ووطنية تهدف إلى توفير التعلم الجيد لملايين الأطفال. وندلل على هذا الكلام أو هذا الشيء بصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر حفظها الله، كانت هي أول من تبنى هذه المبادرات لإيمانها الصادق ورغبتها القوية في حماية وتعزيز فرص حصول كل طفل على التعلم الجيد. فأسست سموها مؤسسة التعليم فوق الجميع، كما أنها انبثقت منها برامج علم طفلا والفاخورة، وبرنامج آخر حماية التعليم في ظروف النزاعات وإنعدام الأمن وأيادي الخير نحو آسيا لتوفير التعلم الأساسي. فيعني حاولت قصارى جهدها حفظها الله الشيخة موزة أن تحافظ على التعلم وأن ترفع من يعني إزاحة الأمية على هؤلاء الأطفال الذين لم يجدون فرص للتعلم، ومنهم الناس اللي كان ما عندهم إقامات وجدت لهم مكان للتعلم، وهذا الشيء يعني تمتاز به دولة قطر حفظها الله. بداية طبعا اللي هم الأهل حفظهم الله موجودين يعني بالدوحة، والزوج، الأهل والزوج هم من كانوا لي عون. يعني إذا رجعت متأخرة البيت الزوج طويل بال ما عنده يعني الضيق إنه تأخرتي، والأهل أيضا إنه يعني يشعروا بابنتهم اللي تعبوا وربوها ووصلوها لهذه النقطة بإنها استمرت في هذا العطاء. فكان طبعا هذا الأمر يعني أوجه شكري للأهل وللزوج. دولة قطر أخذت المركز الأول عربيا في المرتبة الأولى عربيا في قائمة الأكثر أمانا وازدهارا لعام 2023، وهو التصنيف الذي أعده مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث، ويضم 19 دولة عربية، ويستند المؤشر في تصنيفه إلى 17 معيار فرعي تتمثل في الأمان الشخصي. هذه نقطة أنا يعني جدا لفتتني وشدتني على إنه قطر جدا تهتم في جودة التعلم. نأتي للشكر، الشكر كل الشكر والتقدير والاحترام الموجود بالدنيا لا يعبر عن حبنا وتقديرنا لأميرنا سمو الشيخ الوالد حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد حفظهم الله ورعاهم. والشيخة موزة بنت ناصر لكم منا كل الشكر والعرفان لما تقوم به لرفعة المواطن والوطن، حتى جعلتم المواطن يشار له بالبنان. فخور فخور أنه ينتمي هذا البلد العظيم المعطاء قطر ساطعة مضيئة بين الدول.